النوع الثاني النفقة على الوالدين. ثراد نهضر الدرية أري نفقن في مولان أنعاميه أنعاميه. الأولاد هما اللي ينفقوا على الوالدين اللي ما عندهمش، باش إذا نتفهموا مليح نتفهموا مليح اللي ما عندهمش. ولا هو عنده بونسيون إسعى بونسيون سيني مليونين أو ثلاثين مليونين ورزمير راه يعيش 3 مليون، واجب على ولاده ينفقوا عليه، واجب، هذا واجب. الدليل ربي ند وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء الآية 23. من ألطف ما قرأت في الموضوع إند والإنفاق من أحسن الإحسان. هيه زيد ربي سبحانه كي قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، سورة لقمان الآية 25 الآية 15 معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، من المعروف الإنفاق، ماشي مكدني مولانا نخص اللبسة نخص الدواء نخص كذا ثفكتو تريسيتي با ما كيني خاطيني، لا لا، إنسى الوالدين ما تخافوش، إذا كان لازم تسلف سلف أنت، خلي الوالدين ترونكيل، خليهم، خاطر رباوك أنت كنت صغير، يتمناو تكبر كبرت، يلا، أنت واجه. ربي قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والعلماء يقولون: وترك الإنفاق أذى وهو ممنوع من باب أولى. إذا كان كلمة أوف ربي قال ما تقولهاش الوالدين، هذه اللي واعره، ولا كي تقول لا ما خلصونيش وما نقدرش وعندي يضربك ذراري، كاين اللي ينفق على أولاده كي ينفق على والديه قبل ما يكون عنده أولاد، كي يكون عنده أولاد يقول لهم يا الوالدين درك عندي أولاد، الله يا ربي الله، لا لا، ابقى دائما تحمل مسؤوليتك وماشي وحدك، خاطر لازم تتوزع هذه النفقة. وسيأتي البيان واحد الميزان سنذكره في بعدين إن شاء الله في نهاية الدرس، ميزان آخر لازم تتوزع الأعباء، ما تطيحش على الكبير ولا على الصغير وعلى الوسطاني، وكاين احيانا ماشي ذراري يروحوا للطفله بنتهم هي مسكينه ترفد كلش، ورجاله يقول لك خاطي، كل هذا موجود في واقعنا، كي ندير هذه الاشارات من باب لفت الانتباه باش وين غلطنا نتوبوا، هذا مكان. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، سوره الذاريات الايه 55.